الخطباء الكرام ينقلون أن برير في صبيحة عاشوراء كان يمازح صاحبا فرح، فقال له ذلك: وهل هذا وقت مزاح صبيحة عاشوراء؟ قال: لقد علم قومي أنني لم أمزح لا شابا ولا كهلا، ولكن هذه الجنة أمام. عندنا هذا الشعور أنه كل لحظة إحنا دا نقترب إلى الهدف. إذا عدنا هذا الشعور، هذا معناه حقيقة أننا أولياء لله سبحانه وتعالى.